استاذ بلال، حياك الله. يعطيك العافيه ويبارك فيك استاذ كريم. حياك الله فيك استاذي. يعني وردتني هذه الرساله كما هي في النص، وربما هذه المشكله تخص يعني مئات الاشخاص اللي عندهم اقامه وهم خارج تركيا ولا يستطيعوا القدوم بسبب موضوع كورونا او السفر. يقول في نص الرسالة كالتالي: السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية جميعا. سؤال لأهل الخبرة: إقامتي إصدار إسطنبول من نفوس أسنيورت وتنتهي ب 19/4/2021، وأنا حاليا في المملكة العربية السعودية، وبسبب كورونا السفر مسموح لكن الرجوع صعب. يعني هو بإمكانه أن يأتي إلى تركيا لكن لا يستطيع العودة إلى السعودية، فبماذا تنصحوني؟ هل آتي الآن ويمكن أن أجدد دون تأخير زائد؟ هل يوجد تجارب للتجديد بوقت قصير؟ أم آتي على آخر أسبوع بالإقامة وتكون الأمور تيسرت وربي يبارك فيكم جميعا؟ هكذا وصلتني الرسالة أستاذ أسامة، وهو الآن حقيقة يتابعنا ويشاهد، لأنه الله أعلم كم حالة من هذه الحالات الآن كان في السعودية وفي بلد آخر. بماذا تنصح أستاذ أسامة؟ هلا بداية نحن نحكي عن مشكلة الإقامات في تركيا بشكل عام وإسطنبول بشكل خاص، لأنه هي للأسف كانت إسطنبول سابقا هي أكبر مشكلة بموضوع تجديد الإقامات وإصدار للمرة الأولى. لكن نحن بعد يعني بآخر فترة لمسنا أنه هناك تحسن كبير بموضوع الإقامات السياحية أو تجديدها، يعني إصدارها لأول مرة أو تجديدها في إسطنبول. هلا بدايه صدر قرار عن اداره الهجره انه تجديد الاقامه السياحيه باسطنبول او اصدارها لاول مره رح ياخذ معنا وقت شهر كامل، يعني 30 يوم. طيب هلا للامانه يعني احنا لاحظنا هذا الشيء من خلال يعني عملنا من الناحيه العمليه بشكل كامل. يعني احنا عم نشوف انه في بعض الاشخاص نحن عم نقدم لهم بدايه الهجره، عم نقدم مثلا موعد بعد اسبوع عم يطلع الموعد، عم يحدد الموعد، يعني تقريبا عم يكون بعد كمان اسبوع، يعني خلال 15-20 يوم عم يكون محدد موعد المقابله. هلا دارات الهجره مجرد ما شخص عمل مقابله وقدم اوراقه عم يندرس الطلب مباشره، يعني ما عم يتم تاجيله، يعني خلال نحن رح نقول كمان اسبوع عم يتم دراسه الطلب، عم تطلع الموافقه على طلب التجديد او على طلب الاقامه لاول مره اذا كانت الاوراق كامله، يعني ما عنده اي نقص. نحن بنقول له هذا الشخص انه بمجرد ما عمل هدول الاجراءات وطلعت موافقته بيقدر يغادر الاراضي التركيه. ولكن كمان نحن لبسنا شغله ثانيه هي انه احنا بمجرد ما طلعت الموافقه عم يتحول الطلب مباشره للطباعه، وعم تترسل الاقامه خلال اسبوع من صدور الاقامه، يعني من صدور الموافقه. يعني تقريبا نحن فينا نقول باسطنبول انه تقريبا الاقامه خلال شهر، يا يعني عم تصدر لاول مره او عم تجديدها. أستاذ أسامة، هنا نقطة مهمة جدا حضرتك ذكرتها، قلت بأنه عندما يقدم شخص أوراقه ويتم تجديده عم تأخذ حوالي أسبوع 10 أيام حتى تطلع الموافقة. صحيح؟ صحيح. طيب إذا الشخص اضطر أن يسافر قبل أنه يجيله أي شيء، يعني مو البطاقة، أنه قبل ما تطلع الموافقة، يعني هو قدم أوراقه بعد بيومين سافر، تمام، في مشكلة هنا؟ تمام، حسب التعليمات التنفيذية اللي صدرت على إدارة الهجرة المركزية إنه ابتدأت بداية إنه يجب أن يكون الشخص في يعني عندما يتقدم بطلب الإقامة لأول مرة أو طلب تجديد الإقامة يكون داخل الأراضي التركية، وأن ينتظر ضمن الأراضي التركية لحين موعد المقابلة، ومن ثم ينتظر في الأراضي التركية لحين صدور الموافقة. يعني يوم تقييم ملف الإقامة تبع هذا الشخص ولو هو عمل مقابلة يجب أن يكون ضمن الأراضي التركية. إذا كان هذا الشخص خارج الأراضي التركية بيوم التقييم فممكن أن ترفض طلب إقامته. أيوة. يعني الأفضل كحاجز أمان أن يبقى بعد تقديم الأوراق لمدة 10 أيام مثلا. هلا نحن بنقول لصدور الموافقه، نحن يعني نحن غالبا ما حدا ما في شيء عم يتاخر. يعني هلا احنا لاحظنا مديريات الامنيات مثلا في السينيورز بالاضافه للعمرانيه عم تكون سريعه جدا، يعني التقييم بشكل سريع جدا. يعني هي طبعا يعني هي بموجب قرارات صادره عن اداره الهجره المركزيه باسطنبول. يعني هو القرار قال انه انا بشكل صريح وواضح انه الاقامه رح تتجدد خلال 30 يوم، فهو هون ملتزمين لحد الان، ملتزمين بهذا القرار. جميل. طيب استاذ اسامه، ممكن يكون في امكانيه لرفض الاضبار او رفض الملف لهدول الاشخاص المتقدمين من خارج اللي عم يقدموا اوراقهم وبدهم يقدموا اوراقهم؟ هي مساله الرفض، شو هي احتماليه رفض الاضبار؟ واحد. والمساله الثانيه، قديش ممكن عم يتنعطى مدد لهدول الاشخاص اللي عم يقدموا اقاماتهم وسطيا هلا بالوضع الراهن؟
تمام. هلا بالنسبه لموضوع الرفض، هلا نحن قلنا يعني ما عاد في شيء اسمه حدا يقدم وراءه هو خارج تركيا، اجباري شو نعم يقدم وراءه هو ضمن تركيا، فهون نسبه الرفض انخفضت. ولكن نحن في اسباب ثانيه للرفض، احيانا بيكون مخالفات سابقه، مخالفات اداريه، كل هي بتاثر على قبول الاقامه. يعني حتى هلا نحن لاحظنا بالفتره الاخيره انه بعض الاشخاص عليهم مخالفات اداريه مثلا، أيوة. طلبوهم لدفع هي المخالفات الاداريه قبل تقييم طلبهم، يعني خلال فتره التقييم كان عليه هذا الشخص مسمى مخالف، فبعثوا له رساله انه تعال ادفع هدول المخالفات عليك كرمال تتجدد اقامتك. فهلا صار تقريبا نحن بنقدر نقول انه احنا مو موضوع انه الشخص يرفض لانه هو خارج تركيا او لانه تقدم باوراق خارج تركيا. هلا النظام صار يقول انه الشخص بده يقوم بمعاملته كامله ابتداء من تقديم الطلب انتهاء بالموافقه هو داخل تركيا. جميل. نحن هذا السبب نحن صار واضح انه احنا مشان ما الناس تغلط نحن وضحنا هذا الموضوع بشكل كامل. هلا بالنسبه للمدد انا ما فهمت قصدك، انت عم تقصدي انه المده هي انه قد ايه عم تنعطى تجديد الاقامه؟ يعني ايوه تمام، يعني مثلا هلا عم نسمع انه ما عم يجددوها كثير، يعني عم تكون ست شهور، كل ست شهور لازم يعني لازم يرجع يجددها. نحن باسطنبول الفتره الاخيره كل شيء مقدم اقاماته طلب تجديد اقامه لمده سنتين عم يتم منحه سنتين. ها حلو كثير ممتاز. هلا في بعض الجنسيات عم يعطيها ست شهور، مثلا مرقت علينا حالات مثلا الجنسيه البرازيليه كمثال، يعني نعطوه ست شهور هو اقامه سياحيه مده ست شهور. هلا بالنسبه للسوريين، يعني عم بحكي عن السوريين اللي مر علي انه نحن اغلب اللي قدمنا لهم تجديد لمده سنتين تم منحهم تجديد الاقامه لمده سنتين. ممتاز، هذا خبر حلو صراحه. جميل. طيب استاذ اسامه، بعد انتقال الفاتح الى البايزيد، شعبه الفاتح متعلقه بمراجعته، يبدو انه بالامس اتصل فينا احد الاصدقاء وقال بانه الموضوع جدا مزدحم، الموضوع صار جدا متعب. هل النقله هي الشيء اللي خلاه متعب، ام انه كثره المراجعين، ام هو يعني رغبه في ابعاد الناس عن الفاتح؟ يعني كيف ترى هذا الامر؟ لا هلا احنا القسم اللي تم افتتاحه بمنطقه بيازيد للاسف هو في عندنا مشكله هون، انه هي اغلب المراجعات عم تكون من الملفات القديمه اللي هي مقدمه عن طريق البيتك. احنا هلا هذا الملف لهلا ما تسكر بشكل كامل، فهون نحن بننتظر لتنتهي الفتره، انه هلا المراجعات بالنسبه لاذن السفر التغت، يعني ما عاد في شيء اسمه مراجعات لاذن السفر. فنحن ضل هلا عندنا مراجعات بالنسبه للاشخاص اللي عندهم مشاكل، بالاضافه للاشخاص اللي عم تجيهم مراسلات انه راجع اداره الهجره كرمال انه نقص اوراق. فهي الفتره انا بظن يعني خلال فتره معينه، يعني ممكن شهر لشهر ونص، انه رح تخف هذا الازدحام، رح يصير الامر يرجع مثل قبل، انه هو يكون بشكل طبيعي. هلا احنا كمان في شغله انه اداره الهجره كمان في عندنا لسه، يعني في عندنا اماكن مثلا بشكتاش، مثل مثلا الفاتح يلي كانت باسكندر باشا. نعم. هلا هدول ما عم يستقبلوا طلبات لحد الان، لانه هدول عم يشتغلوا بموضوع ملفات البيتيتي. هلا احنا طبعا هذا الشيء من عندي انا، ولكن احنا هذا الشيء لمسنا. احنا هلا مجرد ما انتهى ملف البيتيتي انا بظن رح ترجع يصير في مراكز ثانيه معتمده لاستقبال الملفات الجدد. جميل. وانا برايي رح يخف الضغط بشكل كامل. يعني نحن اكيد لما تغيرت الاداره فاجباري نحن بنعطي مده ست شهور لنلمس الشيء الجديد، ولكن نحن من خلال الاداره الجديده لمسنا هذا الشيء من اول شهر او من اول شهر ونص. فنحن انا بالنسبه لي متفائل. بعدين نحن في شغله ثانيه انه قرار موضوع المكاتب المعتمده، يعني هلا خلال الفتره القادمه رح يتم تطبيقه، فكمان هذا الشيء. هل تم اعتماد بعض المكاتب استاذ اسامه؟ لا الى الان لم يتم اعتماد، ولكن بالقريب العاجل رح يتم هذا الشيء لانه القرار قضى. أها جميل جدا، جميل جدا. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أسامة عبد الرحمن المحامي والمستشار القانوني، حياك الله سيدي الكريم. يا كريم. شكرا لك.